الترافيك حلو جدا، التنظيم حلو as usual، كل حاجة كانت حتى في الانستاليشن بيريد متظبطة، ودورينج الاكزيبيشن أو دورينج الشو لا كل حاجة كانت متظبطة، الاكسسبيليتي، الانترنس، السكيورتي بتاعت المكان، السيفتي، everything. جالنا كولابريشن بي تو بي وطبعا بي تو سي وصحفيين ميديا وكذا حد من السي اوز بتاعت الشركات التانية، وهم عملوا ميتينجز فور فيوتشر كولابوريشن. ديفينتلي سيتي سكيب هو اهم ريل ستيت شو في مصر وفي الميدل ايست، فالبريزنس بتاع اي ديفلوبر مش مين ماركس بس مهم جدا. بالنسبه لمين ماركس ده اول ظهور ليه في سيتي سكيب، فلا يعني اول ان اول اكسبيرينس از ريلي جود.